القرار. القرار في حالات السمنة مش ما ينفعش في جملة القرار لازم يكون في الوقت المناسب. لا يا باشا، القرار في السمنة لازم يكون الآن دلوقتي immediately now. سمنة ما فيهاش بقى أنا بفكر أخس بعد الشتاء، بعد فرح بنتي، بعد امتحانات الولاد. لا 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 يا باشا، ممكن جدا بعد في الشتاء ده يحصل لك مضاعفات كبيرة. ممكن بعد فرح البنت ما تقدرش تقف على رجليك، من ركبة يحصل فيها مشاكل. ما ينفعش اقول انا هبدأ القرار بعد ما اكون شبعت من الاكل، اروح اعمل عملية بس اقعد بقى شهرين ثلاثة اكل جامد وبعدين بعد كده اعمل العملية. كارثة. ما ينفعش ان انا قبل العمليات وبعد ما اكون قررت ان انا اعمل العملية اكل بقى محشي ونوتيلا واضرب بيتزا عشان انا هتحرم من الحاجات دي. ما ينفعش. وكمان لازم تفهموا انه من ضمن الحاجات اللي بتأخر القرار افكارنا الغلط عن الاكل، انه في اكل بيخسس مثلا فاقعد اكل شوية اكل بيخسس. مفيش حاجة اسمها اكل بيخسس على فكرة، في اكل فيه سعرات حرارية اقل. مفيش حاجة اسمها انه المشكلة عندي كرشي وانا 140 كيلو او 130 كيلو. لا، مشكلة كلك انت، جسمك كله تخين فلازم كلك تخس. فعم اقول ان انا بهذا الحجم وافكر في شفط الدهون يبقى انا بحرك. القرار يا جماعة، القرار هو المهم جدا 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 في اجراء عمليات السمنة او جراحة السمنة. من ضمن القرار هعمل العملية عند مين؟ ده شيء مهم جدا. مين اللي هيعمل لي جراحة السمنة؟ ولازم ابقى فاهم، لازم ابقى عارف انه القرار مش بتاعي لوحدي، كمان بتاع العيلة كلها. لازم تبقى مراتك مساعداك، لازم يكون جوزك واقف جنبك، ولادك متفاهمين، وابقى عارف ايه اللي هيحصل بعد كده. النهاردة عنوان حلقتنا قرار جراحات السمنة، كيف يختار، متى نختاره تحديدا ما بين الجراحات، ايه هو الاختيار. القرار هو اهم نقطة في هذا العالم، عالم جراحات السمنة. ضيف العزيز هو واحد من الكبار في هذا المجال، واحد ممن سطروا بأحرف مضيئة، قدرات رائعة ومهارات متميزة وتاريخ وحاضر، وأعتقد رؤية مستقبلية كبيرة جدا لهذا العالم الرحب، عالم التعامل مع الوحش المفترس اللي اسمه السمنة المفرطة. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير والجراح الماهر الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم. الأساس كصناع سمنة هم الأب والأم. السمنة مرض وبيجيب 100 مرض. بني آدم بيدمر نفسه بعجلة. تبقى للكتاب هذا مريض تحويل مصر. كانت محبة للسكريات وعمل لها تكميم معدة وخست. انا مش هاخد قرار الا لما هو يجي. لازم اخد قرار ولازم اعرف عدوي. نسبة نجاح العملية متوقفة عليه هو، فهيبدأ طول عمره يحافظ على الوزن اللي وصله. الاستاذ الدكتور وليد ابراهيم، استاذ جراحات السمنة المفرطة، استشاري جراحات المناظير كلية طب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة IFSO. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور وليد ابراهيم، اهلا بيك يا دكتور وليد. اهلا دكتور، وحشني جدا. وانت وحشني. عايز النهارده حلقه انا مسميها حلقه القرار، القرار في جراحات السمنه. عايز ابدا الاول ب ايه اللي ممكن يقف قدام مريض سمنه مفرطه كعائق امام اتخاذ قرار ان هو خلاص لازم اعمل جراحه ولازم اخس؟ ايه اللي ممكن يقف قدامه؟ هو احنا لو حطينا نفسنا مكان العيان، هو زي ما انت وصفت ممكن يكون هو مش عايز يعمل عملية عشان متخوف. فأنا بتقالي ان اهم سبب العيان ممكن يخليه يعدل من قراره هي مخاوفه من عمليات السمنة. يعني لو احنا قلنا القرار، القرار ده شيء مهم جدا ان هو ياخده، هو ممكن يكون واخد القرار ان هو يعمل عملية من جراحات السمنة، بس
المشكلة المخاوف. في الفترة الأخيرة انتشرت جدا، احنا من كنا من أوائل الناس اللي اتكلمنا على التسريب وقلنا أعراض التسريب وقلنا كيفية علاجه، لأن ده شيء طبيعي إن أي عمليات جراحية ليها أعراض جانبية، والتكميم ليها أعراض جانبية التسريب، وتحويل المسار ليه تسريب، والتسريب ده موجود في كل الجراحات ومحدش يقدر يغفله. وما اتكلمنا عليه كنا بنعرضه مش من مجرد إن احنا بنعرض أعراض جانبية هي الناس مجبرة عليها، أبدا، احنا كنا بنعرض عشان دي حقيقة من الحقائق اللي موجودة في العمليات. ولما بنتكلم على القرار بتاع العيان فهو بيتكلم في الأساس مخاوفه من عمليات جراحة السمنة، وبالتالي اللي احنا عايزين نبينه ان في أعراض جانبية، في أعراض جانبية وبنتعامل معاها، والحالات اللي احنا شفناها كتير قوي، لأن كل ما بتشتغل أكتر وده شيء طبيعي بتبدأ تظهر أعراض جانبية وبتبين مهارة الطبيب من طبيب تاني في كيفية التعامل. ده احنا وصلنا لنقطة تانية في القرار، يعني القرار مش قرار عيان، ده القرار قرار عيان ازاي ياخد قراره انه يجي، وبعد كده في قرار مشترك ما بيني وما بين العيان هنعمل انهي عملية على حسب ستايل اوف لايف، طريقة اكله، وعلى حسب حياته، وعلى حسب سنه. وبنتكلم في سن تحت الـ30 والـ40 سنة ونفكر ان احنا نعمل لهم تحويل مسار. طب هل هيفضل ياخد فيتامينات فور لايف ودي حقيقة مؤكدة وكان فيها قولان في الفترة الأخيرة، الناس بتقول ان الناس بتخش فيتامينات والناس بتصدق كلام زي ده، سن صغير افكر في تحويل مسار، طب ليه ياخد فيتامينات؟ وانا عارف ان طبيعة الشعب المصري والشعب العربي ان هم قصة تعاملنا مع الادوية صعبة، ففي حاجات نقط معينة اللي هو القرار التاني، احنا بنتكلم في قرار اول قرار المريض، القرار التاني ما بيني وما بين المريض ان احنا هنعمل العملية التكميم، طب ليه؟ عشان واحد واثنين وثلاثة، منطقيا مش طبيا، منطقيا على حسب عادتنا، وبعد ما بناخد القرار بنعمل العملية، ده قرار كويس، ده قراري، ده تالت قرار. وبعد ما بنعمل العملية كويس بيبقى فيه 12 شهر، في ناس ممكن ما تخسش بنسبة، انا بقولش انما في النزول بيبقى بطيء وبيبداوا الناس عايزه ادويه حرق، عايزه ادويه حرق، وكميه الاكل بتبقى قليله قوي، فده برضو بيبقى قدامي قرار، انا بفضل اخد قرارات، هنعمل حاجه او هنستنى هننتظر، هنبدا نعمل تحليل لغدد معينه، هو ده فايده المتابعه علاوة على الفايده النفسيه، هقولها في الاخر، ده برضو في القرارات. طب لو لا قدر الله في عرض جانبي اللي هي مخاوف اللي العيان بيخاف منها في عمليات جراحات سمنه اللي هي التسريب، وانا دكتور كويس واحنا عارضين الكلام، وبيبقى في لحظات انا عليا اخد قرار ازاي هعالج، لان كل ما بتشتغل كل ما بتشوف حاجات مختلفه، يعني تلاقي مثلا بتدي على سبيل المثال دواء بنتالوك، فانت اديت عدد من العيانين لمده 2000 3000، بتبدا تشوف اعراض جانبيه نادره جدا للبنتالوك، هو ده اللي عندنا في جراحات السمنه، وهي دي اللي بتدي ثقل لقرار الجراح اللي هي الخبره. ده احد ادويه اللي بتقلل التهابات المعده. عايز ابدا الاول من اول لقاء، مريض جاي لك اول لقاء يدخل عليك عنده سمنه مفرط، هذا اللقاء لقاء خطير جدا، النص ساعة دي في حياة الناس أخطر نص ساعة، ليه؟ هو جاي بقرار متردد فيه، هل هو هيعمل عملية ولا مش هيعملها، بس هو قرر أنه يعدي الشارع ويدخل يقعد معاك على نفس المكتب أهو في نفس الأوضة. إيه الأخطاء أو الحوار، النقط اللي ممكن تخلي المريض ده يهرب من عملية جراحة السمنة، ممكن يرتكبها أي حد في حواره مع واحد نقدر نقول كده على كف عفريت في كل المضاعفات، وعلى كف عفريت حتى في ان هو يتراجع عن اتخاذ قرار جراحه السمنه. انا اكلمك بقى بصراحه في الموضوع ده في القعده اللي هي اول لقاء ما بيني وبين العيان، والمبدا ده انا واخده من اول ما بدات اشتغل جراحه، عمري ما زق عيان على اوضه العمليات
ابدا. القصه برضه قصه قرار، يعني هو ممكن يكون عيان يستدعي عمليه وعيان لا يستدعي عمليه، كويس. انا مش دكتور جيم، وبقول للمريض من الاول انا مش دكتور جيم، انا دكتور عمليات جراحيه، كويس. وفي بعض الاحيان بديله اختيار ان هو يعمل ريجيم لمده 6 شهور، يتابع مع دكتور تغذيه، ياخد المحاوله ان هو ياخد قراره بنفسه، ان هو يعتمد على نفسه، ان هو يمشي على نظام غذائي ويمارس رياضه ويغير ستايل اوف لايف. والله لو نجحت ده شيء جميل جدا. هو احنا مش عايزين نعمل عمليات، احنا بنعمل عمليات في الظروف اللي محتاجها، اللي هو قرار هيستدعي عمليات. فلازم يبقى في تفريق ما بين انت رجيم او مش، لا انا مش رجيم، فانت ممكن تاخد ادي عند الاوبشن. يعني العيان جاي واخد قرار ان هو يعمل عمليه، انا بقول له لا انا مش جاي، يعني سوري يعني اقطع وامشي، بنعمل عمليه، فبديله اوبشن ان هو يمشي على ده 6 شهور مع دكتور تغذيه مش معايا. لما تفشل او انت خلاص اوريدي فشلت او انت واخد القرار، تعالى بقى نتكلم في العمليه. طيب جاي لك بسمنه وعنده ارتجاع في المريء، ارتجاع عنيف في المريء، جاسترو اسفجير ريفلكس ديزيز، طيب هو جاي لك بهذه المعضله، ايه بقى؟ ايه سبب ارتجاع المريء؟ ما ممكن يكون هيتس هيرنيا، ممكن يكون فتق في الحجاب الحاجز، وده وارد ان هو يتصلح، كويس؟ ودي نسبه كبيره قوي من العيانين بيبقى عندهم الموضوع ده. الناس دي ما ممكن نتصلح لها، احنا بنصلح فتق في حجاب الحاجز بالمنظار، وده بيبان بالاشعه وبيبان جوه اوضه العمليات، وبيتعمل عادي تكميم معده، لان احنا عايزين نستفيد من الجوانب المضيئه قوي للتكميم. يعني في جميع الاحوال تحويل المسار انا شايفها ان هي عمليه علاجيه اكتر منها عمليه لنزول الوزن، وان كانت هي بتنزل الوزن جدا، بس هي علاجيه اكتر. في الناس اللي عندها السكر والضغط نقرس اللي هو والكوليسترول، ارتفاع الكوليسترول، اللي هي الامراض كمان المناعيه، لان احنا عملنا عيانين كان عندهم صدفيه وخفوا واتنشرت بيبرز بالقصص دي، وكان في ناس عندها اللي هو الام اس مالتيبل سكليروس واتعملت العمليه بري، وقل بعد يعني في حاجات وفي امراض تانية في الاميونيتي سيستم كلوبس اللي هو الزئبه الحمراء، في حاجات اتحسنت، المناعه اتحسنت في عمليات تحويل المسار، عشان الهرمونات اللي بتخرج من التوصيله بتاعت الجهاز الهضمي اللي هي من على بعد 2.5 متر، بتبدا فيه هرمونات مش متعوده انها تطلع في المكان ده، فبتبدا تعمل ريسيت او اعاده تظبيط الهرمونات على مستوى الجسم كله. وكلها نظريات، بس هو من المشاهدات الاكيده انها موجوده. تحويل المسار بتعمل تغيرات في الهرمونات. وان كان في قولان ان تكميم المعده لما بيحصل قص بيحصل فيه تغيرات في الهرمونات، والا ما كانش ليه في تكميم المعده الناس اللي بيبقى عندها مشاكل في التنفس في خلال 24 ساعه من العمليه النفس بيبقى طبيعي تماما، الناس ما بتبقاش قادرة تنام على ظهرها بطريقة طبيعية، في خلال 24 ساعة بتنام بمنظر طبيعي، ما احنا نزلنا في الوزن، احنا ما عملناش حاجة. ده التكميم ودي التحويل. ده ردا على السؤال اللي انت سألته في الأول، اللي هو الخليط عيان عنده ارتجاع في المريء نعمله تكميم أو ما نعملوش تكميم. احنا بندي اوبشن ان احنا نعمل تكميم عشان نستفيد من الجوانب المضيئه ليها، والاوبشن الثاني ان احنا لو جوه اوضه العمليات لقينا ان مش هينفع نصلح الفتق في الحجاب الحاجز وان الارتجاع نسبته عاليه، ساعتها بنبقى بنعمل تحويل مسار، والاثنين اوبشن بنبقى قايلينه للعيان قبل ما يخش اوضه العمليات. هنعمل كده او هنعمل كده حسب ما يتراءى لينا جوه العمليات. حلوة قوي حتة انك بتفصل، انت وصلتنا الفكرة مهمة جدا النهاردة، انه العمليات تفصيل على المرضى ونتائج العمليات تختلف، هي برضو تفصيلية على حسب كل حالة مريض، انه حالة المريض المركبة المكونة من اجزاء كثيرة جدا، حالته في مستوى السمنة، الامراض المصاحبة، الامراض الغير المشهوره المصاحبه زي فتق المعده، هو صحيح يعتبر مرض مشهور عندنا احنا، لكن عند الناس مش زي شرحه السكر والضغط. التركيبه بقى زي ما بيقولوا الكومباينيشن، الكومبو اللي جاي لك بيه المريض، الراجل جاي لك بايه بالظبط؟ جاي لك بيه
سمنه ومحب الحلويات وسكر وضغط، ولا جاي لك بسمنه وما بيحبش الحلويات وسنه صغير قوي وما عندوش ضغط مثلا لكن عنده سكر، او عنده سكر بس سكره زي ما انت قلت كده بدرجات، سكر حبوب النوع الثاني، ولا سكر انسولين جرعه منخفضه، ولا سكر انسولين جرعه كبيره اللي احنا بنسميه ريفراكتوري دايابيتس. فانت قلت لنا النهارده عنوان ان القرار قرار تفصيل، لانه القصه تفصيل، صح؟ القرار في ورقه، ببقى انا ماسك ورقه كبيره وبحدد مع العيان انت مشكلتك ايه. انت مشكلتك وزنك، ده سمنه. المشكله الثانيه سكر، المشكله الثالثه ضغط. فالمشاكل دي تتحل بأني طريقه؟ وده كلامي، ده اللي بناخد على اساس القرار، ان الموضوع مطروح ايا كان هو مستوى تفكيره ازاي. يعني انا بقدر اوصل لكل المستويات الحمد لله وبطريقه بسيطه، بس لازم يبقى مشاركني. بس في نقطه انا كنت اقولها في اول الحلقه، لازم اللي قاعد وجاي يعمل عمليه يبقى عنده رغبه حقيقيه انه يعمل العمليه. يرجعنا لاول الحلقه، احنا ما بنزقش العيان للعملية، العيان هو اللي بيطلبها. مش في مرضى بيبقوا جايين بدافع مثلا من الاب والام او الزوجة فهو مدفوع، او حتى منه هو نفسه جاي يا جماعة من حواليه برضو روح روح روح. ده مش بس في جراحة السمنة، في كل الطب، وهو من جواه مش عايز يجي، مش عايز يتعالج، رافض، مش مقتنع. انا ما شفتش المرضى دول بصراحة، يعني انا ما شفتش حد عنده سمنة وهو راضي بنفسه كده. انا 100% من اللي انا شفتهم في حياتي كلهم كانوا مش راضيين، 100% كلهم كانوا عايزين حلول. الحلول ايه؟ ده القرار، هو ده. بس انا شفت الناس دي. انت شفتها؟ عشان انا شفت الناس دي، والناس دي عملت عمليات، والناس دي المعاناة عندها بتبقى معاناة نفسية. هو مش متخيل ان هو بعد ما كان بياكل قد كده ان هو ياكل الكمية دي وان هو يشبع. فده بيبقى المتابعة بقى اللي هو ببدأ بقى فهمه، ولازم عشان كده لازم المريض يكون مقتنع تماما ان هو محتاج يتغير. لازم تكون انت مقتنع ان انت تتغير. نورتني وشرفتني يا دكتور وليد، واسعدتني بهذه الزيارة الجميلة والحوار البسيط اللي النهاردة. يعني احنا ما كلمناش في تفاصيل علمية دقيقة، احنا كلمنا في القلق، يعني دردشة دردشة مع القعدة والعلمك، والحلقة دي كلها القعدة الأولانية. الحلقة الجاية هسألك، طب جوه أوضة العمليات بقى، طب ما بعد أوضة العمليات اللي هو أول يوم بعد العملية إيه اللي بيحصل؟ يعني هنعيش كده أول يوم، طب بعد 6 شهور إيه الاختلافات؟ بتشوف بقى كل واحد مريض إزاي بيجيلك، وحكايات كل مريض بعد 6 شهور برضو individualized. أجمل حاجة إن أنت زي ما انت ذكرت كتبك كراجل اكاديمي واستاذ كليه الطب، وعندك الكتب وعندك المراجع وعندك المؤتمرات، انت بتحترم جدا، وده حاجه بتبان في حوارك، كلام المرضى المباشر بتاعك انت، مرضاك انت، واضح ان انت متعايش معاهم. وانا اعتقد ان انا بشجعك على انك تسجل ده في كتاب حكايات عيانين مباشر، بس الله ما حد ياخد الفكره ويعملها قبلي. انت بتكسل. ضيفي العزيز الاستاذ دكتور وليد ابراهيم كان ضيفي في الدكتور، خليكم مع الدكتور.